موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الشيخ البركوري حفظه الله: فترة الوحي، فترة يعني فتور يعني انقطاع الوحي. يقول: أما مدة فترة الوحي فروى ابن سعد عن ابن عباس ما يفيد أنها كانت أياما، وهذا الذي يترجح بل يتعين. أما ما اشتهر من أنها دامت طيلة 3 سنين أو 2.5 سنين فلا يصح بحال، وهذا أقرب إلى الصواب فعلا. يقول: وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفترة كئيبا محزونا تعتريه الحيرة والدهشة، فقد روى البخاري في كتاب التعبير ما نصه. وفتر الوحي فترة يعني انقطع انقطاعا، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا عدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. عدا أو غدا في بعض النسخ، عدا بمعنى انطلق يجري وعصمه الله عز وجل، وغدا بمعنى أصبح أو يعني ذهب ليفعل. مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم. هذا مما يجوز على الأنبياء من أحاديث النفس بالهم دون الفعل، هم بالمعصية. وهذا إذا دفعه وتوكل على الله عز وجل كان من مجاهدة النفس، وقد رداه الله عز وجل خير يعني تربية وتأديب وتعليم، وصرف عنه السوء في بعثته كما صرفه قبل ذلك، وعصمه الله سبحانه وتعالى من هذا. هذا أصح ما قيل في هذا المقام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدث نفسه بذلك ولم يفعل شيئا منه، و ثبته الله عز وجل وصرف عنه وساوس الشيطان وكيده، وهو أهم حديث النفس، وذلك مما يجاهد الإنسان فيه نفسه ويثاب على ذلك. ولا مانع من أن يكون شيطانه يوسوس له في أول الأمر قبل أن يسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن له قرين وقال: ولكن أعانني الله عليه فأسلم. وأسلم هنا رويت بمعنى أنه أن القرين أسلم، ولا شك أن هذا بعد مدة، وأما في الأمر الأول فلم يكن يمتنع من الوسوسة. وأما أسلم بمعنى أنا أسلم منه، فأنا أسلم بمعنى أنا أكون سالما منه فلا يؤذيني. والأول أظهر أنه أسلم الشيطان، القرين أسلم وأصبح لا يأمره بالشر والسوء. فمثل هذا في أول الوحي في فترة النبوة أمر لا مانع منه ولا ينافي عصمة الأنبياء. الأنبياء معصومون من فعل الكبائر والصغائر المزرية، والصغائر عموما على الأرجح، أما الكبائر والصغائر المزرية فمتفق عليها فضلا عن الكفر والشرك. فأما أحاديث النفس وما يقع من خطأ في الاجتهاد ومن ظن على غير صواب يصححه الوحي ويمنع رب العالمين سبحانه وتعالى من النبي من الوقوع فيه، ويصرف عنه السوء والفحشاء، كما قال عز وجل عن يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وليكون الأنبياء قدوة، نقول أن هذا أمر ليس بممتنع، وجود هذا الأمر ليس بممتنع على الأنبياء وليس منافيا لعصمتهم، وليكونوا قدوة لكل عباد الله المخلصين المخلصين في أن يجاهدوا شياطينهم وأنفسهم في الله سبحانه وتعالى، فيعصمه الله سبحانه وتعالى ويصرف عنه السوء والفحشاء. قد بين عز وجل علة
صرته السوء والفحشاء، فقال إنه من عبادنا المخلصين، فليس فقط لأجل النبوة. وهذا يدلنا على هو عصمة الأنبياء بلا شك أعلى قدرا، وصرف السوء والفحشاء عنهم أعلى قدرا، ولكن ذلك ليكونوا قدوة لمن بعدهم في محاربة وساوس الشيطان وفي عدم الاستجابة للهم بالسوء، وهم بشر من البشر. وهذا يدلنا على أهمية مجاهدة النفس وعمل القلب، وذلك لأن الأنبياء قد يقول البعض هؤلاء قوم لا يجدون في أنفسهم شيئا من أحاديث السوء، أو لا يجدون شيئا من الوساوس، ولا يجدون في أنفسهم شيئا من الهم بالمعاصي ونحو ذلك، فليس لهم شهوة مثلا، وليس لهم إرادة في غير مرضات الله. فمثل هذه الأمور تجعلنا نعلم طبيعة نفوس الأنبياء، وذلك أنهم مبتلون كباقي البشر، ولكن يثبتهم الله. وباقي المؤمنين أيضا يثبتهم الله إذا لجأوا إليه واعتصموا بطريق الأنبياء وجاهدوا كما جاهد الأنبياء، فيعصمهم الله إذا أخلصوا لله. فالإخلاص من أعظم ما يصرف الله به السوء والفحشاء عن عباده المؤمنين الذين أخلصهم لعبادته. وتثبيت الله سبحانه وتعالى الأنبياء أعظم، ولشفافية قلوبهم وأرواحهم يرون ما لا يراه الناس. فأنت يعني أيها المؤمن ربما تجد في قلبك حديثا وصارفا يصرفك عن السوء والفحشاء، وأنت لا تسمعه ولا تراه، وذلك لوجود حجب ولعدم شفافية النفس كشفافية الأنبياء. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يرى جبريل صراحة، مزيدا من التثبيت ولكمال شفافية القلب وصفائه، فكان يرى ما لا يرى الناس صلى الله عليه وسلم. قال في حديث البخاري: فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل، فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، وذا غدا يعني توجه، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. قال ابن حجر: وكان ذلك أي انقطاع الوحي أياما ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم ورده من الروع، وليحصل له التشوف إلى العود، أصبح أكثر شوقا، إنما كان هم أن يفعل ذلك ليس شكا ولا ترددا. فهذا مما يستحيل على الأنبياء، لأن الشك كفر، والأنبياء بمجرد نزول الوحي عليهم معصومون من الكفر اتفاقا، ولكن حزنا كما ورد في الأثر التي ذكرنا فيما بلغنا، حزنا حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم في بلغنا حزنا حزنا أن يكون الرب عز وجل قد قلاه وأبغضه، فيحزن على نفسه من ذلك، ويكون متشوقا أعظم التشوق للقاء الملك ولنزول الوحي عليه مرة أخرى، فلا يصيبه من الخوف والفزع والروع ما أصابه أول مرة. قال: فلما تقلصت ظلال الحيرة وثبتت أعلام الحقيقة، وعرف صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين أنه أضحى نبيا لله الكبير المتعال، وأن ما جاءه سفير الوحي ينقل إليه خبر السماء، وصار تشوفه وارتفاعه لمجيء الوحي سببا في ثباته واحتماله عندما يعود، لكي لا يرتجف فؤاده مرة ثانية، بل يكون ينتظر لحظة قدوم الوحي، ولله الحكمة البالغة. قال: جاءه جبريل للمرة الثانية عليه السلام. روى البخاري عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن نطاشرة الوحي، فقال: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قائد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه، رعبت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت: جملوني جملوني فجملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فاهجر، ثم حمي الوحي وتتابع. وذلك أنه رآه على صورته التي رآه فيها بحراء وقاعد على كرسي بين السماء والأرض،
أصابه أول مرة ذلك، ثم جاءه بعد ذلك يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ولذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بيقرأ يعني صار نبيا بيقرأ باسم ربك الذي خلق أول نزول الوحي، وأرسل بالمدثر لما قال الله له قم فأنذر، وكان ذلك بعد فترة الوحي بعد انقطاع الوحي. قال استطراد في بيان أقسام الوحي. قبل أن نأخذ بتفصيل حياة الرسالة والنبوة نرى أن نتعرف أقسام الوحي الذي هو مصدر الرسالة ومدد الدعوة. قال ابن القيم وهو يذكر مراتب الوحي، هو الوحي أصلا معناه الإعلام في خفاء، الإعلام الخفي، فالله يعلمه. والوحي قد يكون للأنبياء وقد يكون لغير الأنبياء كما سيأتي. قال إحداها أولها يعني أول الرؤيا الصادقة، وهذه تكون لغير الأنبياء. يمكن أن يرى المؤمن الصادق رؤيا ويكون وحيا من الله، يعني أشار إليه وأعلمه بأمر رآه في منامه. قال وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم قبل نبوته عليه الصلاة والسلام، كان قبل أن ينبأ قبل أن يأتيه الملك ويصبح نبيا كان لا يرى رؤيا إلا كانت إلا جاءت مثل فلق الصبح. يقول الثانية المرتبة الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استلطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلب طلبا جميلا، خذ ما حل ودع ما حرم، لا يحملنكم استبطاء الرزق. الإنسان يقول يعني ظللت مدة كذا ولم يأتيني الرزق الذي أنتظره، فلا يحمله ذلك على أن يطلبه من عصية الله، فإنما عند الله من الرزق من العطاء من الهبات من المنن لا ينال إلا بطاعته. كلما ازددت طاعة لله كلما أعطى. هذا مما أوحاه الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق إلقاء الملك في روعه وقلبه في نفسه عليه الصلاة والسلام، ما نفثه في روعه. وهذا في حق الأنبياء قطع، هذا بعد النبوة قطع، وقبل ذلك هناك داع. قبل ذلك أنا أقصد لغير الأنبياء، إذا كان قبل النبوة أو كان لغير الأنبياء يمكن أن يكون وحيا من الله عز وجل، وحي إلهام ينفث الملك في قلب المؤمن شيئا من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والداعي فوق الصراط واعظ الله فوق في قلب كل مسلم، في تفسير المثل واعظ الله في قلب كل مسلم، لأن كل مسلم في قلبه واعظ من الله عز وجل، كما أن الشيطان يجري منه مجرى الدم ولكل واحد منا قرين يوسوس له ويحدثه بافعل كذا ولا تفعل كذا، تكذيب بالوعد وإعاد بالشر والعياذ بالله، تكذيب بالحق وإعاد بالشر. فكذلك هناك لمة الملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، وللشيطان لمة، لمة يعني يلم به يأتيه. فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد. يمكن أن يلقى في قلب العبد المؤمن وينفث في روعه كلاما من الحق يثبته الله عز وجل به ويلهمه ماذا يصنع، وهذا هو الإلهام ما يلقى في قلب المؤمن. وهذا لغير الأنبياء غير معصوم، يمكن أن يكون إلقاء من الشيطان يختلط على المرء أنه من الملك فلا يدري، ولذلك لابد أن يعرض ذلك على الدليل الأقوى والأصح والأثبت، أو نقول بل الدليل الصحيح، وهو الوحي المعصوم الكتاب والسنة والإجماع. فالإجماع طبعا يكون بناء على وحي لا يخترعون أحكاما، فإذا عرضه عليه فبه يعرف هذا من الملك أم من الشيطان. ولذلك لا يصح الاستدلال به وحده، وإنما بتعضيده بأدلة الوحي يكون أدلة يستأنس بها. وكلما قوي الإيمان وابتعد الإنسان عن طرق الشيطان
كلما كان ما يلقى في القلوب قلوب المؤمنين الصادقين كلما كان أقوى دلالة، ولربما يصل إلى أن يكون هو المرجح الواضح بين القياسات المتعارضة أو العمومات المتعارضة التي قد تقع في قلب المجتهد وفي فكره وظنه. فكلما كان الأمر مع الصدق ومع اليقين التام كلما كان أقوى فيما يقع في نفس المؤمن. فعمر رضي الله عنه رجح ما رآه أبو بكر بقتال مانيع الزكاة بأنه رأى الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال. قال: فما أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى علمت أنه الحق. علم وأيقن وصحح قياس أبي بكر على الاحتجاج بالعموم الذي قد ثبت تخصيصه. هو احتج قال: كيف تقاتل نفسه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل نفسه حتى يقول لا إله إلا الله. وغفل عن التخصيص، احتج بعموم قد ثبت تخصيصه. والحقيقة أن هذا القسم المختلف فيه وهو كان مانيع الزكاة من المخصص، قال إلا بحقها، وأبو بكر قايسه على الصلاة واحتج بإلا بحقها وأدخل هذا في الاستثناء في المستثنى وليس في المستثنى منه. فكان ترجيح أبو بكر والصواب. من أين عرف عمر ذلك؟ مما ألقاه الله في صدر أبي بكر من شراح الصدر لهذا الأمر. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كلما كان ما يقع في قلبه أقوى دلالة وأقوى وأقرب إلى الحجة، وإذا عضده القياس الصحيح أو العموم الثابت أو أدلة ظنية من أدلة الوحي المعصوم كان ذلك من أقوى المرجحات للحق الذي يلقى في قلب العبد المؤمن. ومن ذلك من إلقاء الملك في الروع والنفس لغير الأنبياء قول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالله عز وجل أمرها ووعدها، أمرها بأن ترضعه وأن تلقيه في اليم، ونهاها عن الخوف وعن الحزن، ووعدها وعدين أن يرد إليها وأن يكون من المرسلين. وكل ذلك وحي وإلهام ألقاه الله في قلوبها عن طريق تحديث الملك. ولا يلزم أن يسمع الإنسان بأذنه ولكن يستقر في قلبه ويجده مقبلا على يجد نفسه مقبلا على هذا الأمر محبا له رائيا أنه الحق والصواب والخير فيه، والله أعلى وأعلم. المرتبة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له. وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا كما جاءه في سورة أعرابي، وكان يأتيه كثيرا في سورة ضيحية الكلبي. وهذا هذه الرؤية وسماع الكلام إنما تكون وحيا للنبي إذا للخطاب المباشر له، وهو الذي يدري أنه الملك. وأما غيره فقد يرى الملك في صورته وهو لا يعرف أنه الملك. وهذا الفرق الذي صار به النبي نبيا، وهو أنه يعرف أن هذا الذي يخاطبه هو الملك إما ساعة مجيئه وإما بعد ذلك. وأما غيره فهو يرى الملك. ولذلك نقول إن مخاطبة الملائكة لمريم هل هي دلالة على نبوتها أم أن ذلك لا يلزم منه؟ قلنا هذا الأمر لا، محتمل ذلك ومحتمل ذلك، لأن الخطاب المباشر يمكن أن يقع ويكون لغير الأنبياء ويمكن أن يكون مع وجود النبوة، والله أعلم، خصوصا كما ذكرنا مع القطع بأنه ملك يكون دليل على النبوة. الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس وكان أشده عليه الصلاة والسلام فيلتبس به الملك حتى أن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. يعني الملك يتلبس به، يدخل فيه، يعني يحل فيه، ويعني لذلك يثقل جدا كان عليه الصلاة والسلام. يقول: وحتى أن راحلته لتبرك به إلى الأرض حتى إذا كان راكبها، ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد ابن ثابت فثقلت عليه حتى كادت ترضها. شعر زيد بأن في ثقل لكاد يكسر فخذ زيد من شدة ثقل الوحي عندما يتلبس بالنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر ده أمر
نحن لا ندري كيفيته وإن كنا ندري أمثاله. فهناك يعني دلوقتي نحن نعلم أن هناك أنواع من الأشعة تخترق جسم الإنسان، وربما تكون موجودة فيه في لحظات معينة داخل الجسم، ويعني هذه الإشعاعات تؤثر تأثيرات عضوية داخل هذا داخل الجسم الإنساني. وأما من الناحية الشرعية فقد ثبت أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وجسم الإنسان أجوف وفي تجاويف متعددة يمكن أن يدخل منها الشيطان، فلا مانع عقلا وقد ثبت شرعا أن الملك وهو مخلوق من النور يدخل في جسد النبي، فأتيه في مثل صلصلة الجرس، يعني في قوة الصوت وشدته أثناء تلبسه به، وكان الراحلة تبرك ولا تستطيع القيام، والذي يضع يده عليه يعني لو كانت يعني يد النبي أو رجله عليه تكاد تكسرها من ثقلها، فيحصل له ثقل شديد جدا لحظة تلبس الملك به. وهذا أشده عليه لدرجة أنه في الليلة الشتية الشديدة البرد يتفصل عرقه صلى الله عليه وسلم، وينفصل عنه الوحي وقد عقل ما قال، ينفصل عنه الملك وقد عقل ما قال. الخامسة أن يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا له وقع له مرتين كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة النجم، قال تعالى ولقد رآه، قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ذو خلق حسن فاستوى أي فارتفع ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، وده كان كمان في الأرض، لأن الأفق إنما يكون في الأرض، الأفق ما يراه الإنسان ممتدا أمامه بين التقاء الأرض والسماء في نظره، وهو بالأفق الأعلى يعني امتد إلى أعلى، قال ثم دنا أي دنا الملك فتدلى، دنا يعني قرب، وتدلى بمعنى نزل، هو استوى ارتفع ثم نزل، فراه قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أو قاب قوسين بل أدنى يعني أقل من قدر قوسين، قاب القوس هو ما بين نصف القوس إلى طرفه، فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم على صورته هذه التي خلقه الله عز وجل عليها، له 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق، يعني الجناح الواحد يسد الأفق تماما لا يرى منه السماء، الجناح وله 600 جناح يتساقط منه التهاويل والدر والياقوت، يتساقط من أجناحه مش ريش بقى در وياقوت. هذا قال عز وجل فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى الملك إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، إذن هو رآه بعينه وبفؤاده معا، ولذلك وقع اليقين في قلبه ولم يتردد قط، قال ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه أتجادلونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى، مرة أخرى نزل إليه جبريل فيها عند سدرة المنتهى في السماء السابعة في رحلة المعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عند شجرة سدرة المنتهى ينتهي إليها ما يصعد إليها من تحتها وينتهي إليها ما ينزل من فوقها، إذ يغشى السدرة ما يغشى يعني فراش من ذهب وغشيها ألوان لا يدري صلى الله عليه وسلم ما هي من حسنها، ألوان ما أستطيع وصفها، ألوان عجيبة ليست بالمعروفة، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زغى البصر وما طغى، إذا كان البصر حاضرا، ولقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ببصره وفؤاده، قال ما زاغ من زيغ بمعنى الاضطراب حتى لا يستطيع التركيز، ولا طغى بما تجاوز الحد الذي أمر له به، يعني واحد يحاول يسترق مثلا النظر إلى زيغ البصر يؤدي إلى عدم رؤية شيء أمامه، والطغيان تجاوز الحد ومحاولة التطلع إلى ما ليس له، وقد مدحه الله أعظم مدح في ذلك، كان في غاية الأدب صلى الله عليه وسلم، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال ابن مسعود رضي الله عنه وعائشة رأى جبريل
على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح. اذا هذا رآه مرتين، رأى جبريل مرة في الارض ومرة في السماء على خلقته التي خلقه الله عليها. جبريل يأتي في صور متعددة. الصورة الثالثة او القسم السادس من الوحي، المرتبة الثالثة، ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها، أي من غير ملك، وحي من عنده سبحانه وتعالى، إذ أنه صعد صلى الله عليه وسلم إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، وصعد إلى مستوى لم يصعد معه جبريل إليه. وهذا الذي أوحاه الله إليه أعظم تشريف للصلاة في الصلاة الخمس، فوق السماوات ليلة المعراج. السابعة كلام الله له منه، كلام الله للنبي منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم موسى، كما كلم الله موسى بن عمران. وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن، وثبوتها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء اللي هو المعراج، ولعل هذا تكرير لما يعني قبله، والله أعلم. وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحا من غير الحجاب، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف، والراجح أنها لم تقع. كفاحا يعني مباشرة بلا حجاب. قال تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وليس هناك دليل يخصص ذلك. ولو وقع لوقع بغير تكليم، فهذه المرتبة الصحيح فيها، بل الصواب أنها لم تقع لأحد في هذه الدنيا. والصحيح أن أحدا من الخلق لم يرى ربه عز وجل بعينيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل. يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل. انتهى بتلخيص كثير. قال: أمر القيام بالدعوة إلى الله وموادها وموادها. تلقى النبي صلى الله عليه وسلم أوامر عديدة في قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أوامر بسيطة، يقول هو بعبارة غير جيدة أبدا، ساذجة في الظاهر، بعيدة المدى والغاية، قوية الأثر والفعل في الحقيقة ونفس الأمر. استغفر الله. هي أوامر سهلة في الظاهر، لكن كلمة الساذجة هذه، الساذج يعني الغافل عن أشياء كثيرة، لا يجوز بحال أن يوصف القرآن بشيء من ذلك، ولا حتى في الظاهر. في الظاهر يعني هذا ما يبدو، القرآن لا يبدو منه إلا كل خير وإلا كل بيان، لأنه الكتاب المبين، فلا يجوز أن يوصف أبدا بأنه ساذج، هو سهل ميسر. وقال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فقول باطل منكر. أما كونها بعيدة المدى والغاية، قوية الأثر والفعل، فهذا لا شك فيه. فغاية القيام بالإنذار أن لا يترك أحدا ممن يخالف مرضاة الله في عالم الوجود، يعني في الأرض، يعني إلا وينذره الله، وينذره وبعواقبه الوخيمة، حتى تقع رجفة وزلزال في قلبه وروعه. غاية الإنذار يعني من المطلوب منه أن لا يترك أحدا ممن يخالف مرضاة الله في الوجود إلا بلغه وحذره: قم فأنذر. إذن هذا الذي الأمر الأول، وهو الأمر بالإنذار، ينذر عقاب الله عز وجل حتى يقع الخوف في قلوب العباد من جراء مخالفتهم لأمر الله سبحانه وتعالى. وربك فكبر، يقول غاية تكبير الرب أن لا يترك لأحد كبرياء في الأرض إلا وتكسر شوكتها وتقلب ظهرا لبطن، حتى لا يبقى في الأرض إلا كبرياء الله تعالى، حتى لا يتكبر أحد على شرعه. وهذه غاية الجهاد في سبيل الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: وعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، حتى تعم كلمة الله عز وجل الأرض كلها عليا عالية محكمة في الناس نافذة، الكل يخضع لها ويعظمها
الأمير والمأمور، لا يترفع عليها أحد من كبير أو صغير، من حاكم أو محكوم. ولذلك شرع الجهاد حتى يعبد الله وحده لا شريك له، هذا تكبير الرب. ولذلك لابد أن يستقر هذا في نفس المؤمن حين يقول الله أكبر، فلا يسعه أن يترك المتكبرين الذين يريدون إخضاع الناس لأهوائهم، والجبارين الذين يريدون إرادات الناس تبعا لشهواتهم، لا يجوز أن يتركهم هكذا، يفسدون في الأرض ويملؤونها ظلما وعدوانا. من أراد أن يكون كافرا فليكن ذليلا خاضعا صاغرا، لا أن يبقى متعززا بالكفر والتعالي عن شرع الله تكذيبا أو إباء واستكبارا. وربك فكبر، قال وغاية تطهير الثياب وهجران الرجل أن يبلغ في تطهير الظاهر والباطن. وثيابك فطهر، وثيابك فطهر فسرت على الظاهر من الثياب تطهر، وفسرت على الباطن قلبك، وقالوا كناية عن تطهير الباطن. ولا مانع من الاستعمال في الحقيقة والمجاز معا في مثل هذا الموطن، بينهما ترابط. يقول يبلغ في تطهير الظاهر والباطن في تزكية النفس من جميع السوائل والألواث، زي ملوث أو لوث وهو الشبه والاختلاط، إلى أقصى حد وكمال يمكن نفس بشرية تحت ظلال رحمة الله الوارثة وحفظه وكلئه وهدايته ونوره، حتى يكون أعلى مثل في المجتمع البشري تجتذب إليه القلوب السليمة وتخص بهيبته وفخامته القلوب الزائغة، حتى ترتكز إليه الدنيا بأسلها وفاقا أو خلافا، حتى المخالفين يهامونه ويشعرون بعظمته من حتى لو لم يؤمنوا به. وأما القلوب المؤمنة السليمة فهي تحبه أعظم الحب وتشتاق إليه لكونه صار المثل الأعلى في الصفاء والنقاء والطهارة، هكذا كان عليه الصلاة والسلام، امتثل أمر الله فطهر ظاهره وطهر باطنه واجتنب الأوثان والرجز، فهجر الأوثان الرجز الأوثان والشرك، فأمره أن يهجرها. ولقد كان صلى الله عليه وسلم متجنبها قبل ذلك أنفة منه لعبادتها، وإعراضا يعني بفطرته السليمة عن الخضوع لها بلا معنى، فلما أتاه الوحي كان التأكيد لما كان في فطرته السليمة صلى الله عليه وسلم. قلنا ثيابك فطهر لها قولين، قول الثياب معنى الثياب الظاهرة، ويبقى ده تطهير الظاهر، والقول الثاني من معنى القلب. تراجع يعني الامر ده اللي انا عنه. قال وغاية عدم الاستكثار بالمنة ولا تمنن تستكثر، اللي هي تفسيرين ايضا، لا تمنن على احد تريد ان تأخذ اكثر من يعني مما دفعت او مما مننت به، لا تهب لتأخذ زيادة، فان كان هذا جائزا لغيره فلا يجوز له عليه الصلاة والسلام. او لا تمنن يعني بشيء من العبادة أو من الصفات أو من الأخلاق، ترى تريد أن تكون كثيرا عند الناس تستكثر كما يفعل المتكبرون، فهم يريدون أن يترفعوا على الناس بالمن عليهم ليكونوا أكثر منهم أعلى قدرا، فنهاه الله عن ذلك. وكلا المعنيين صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعطي ليأخذ عليه الصلاة والسلام، بل هو أكرم الناس عليه الصلاة والسلام وأجود الناس. يقول وغاية عدم الاستكثار منا أن لا يعد فعالاته وجهوده فخيمة عظيمة، بل لا يزال يجتهد في عمل بعد عمل، ويبذل الكثير من الجهد والتضحية والفناء، يعني لفظ غير جيد أيضا الفناء أنه غير وارد، إنما بمعنى أنه يضحي بنفسه ثم ينسى كل ذلك، بل يفنى في الشعور بالله بحيث لا يحس ولا يشعر بما بذل وقدم. والحقيقة أن هذا هو الشعور الحقيقي الواجب على كل مؤمن في كل عمل، وهو أن يرى ما به من نعمة فمن الله، وأنه ليس الفضل إليه بل الفضل لله عز وجل، ومن رأى لنفسه فضلا فقد استكثر،
وإذا حدث الناس بذلك فقد من عليهم. وهذا لا يمكن أبدا أن يكون في صفات الداعي إلى الله، فكيف بصفات أعظم الدعاة إلى الله وأول الدعاة إلى الله صلى الله عليه وسلم وأعلى من دعا إلى الله عز وجل قدرا؟ هذا لا يمكن أن يكون، بل كان صلى الله عليه وسلم أشفق الناس وأكثرهم تواضعا عليه الصلاة والسلام، مع كونه قد ألقى الله في قلوب من حوله هيبته وتعظيمه ومحبته ومراعاته صلى الله عليه وسلم. فأولهم بمعنى في هذه الأمة، أول من دعا إلى الله عز وجل في آخر الأمم في أمة الإسلام، وأنا أول المسلمين صلى الله عليه وسلم. فيعني كلمة يفنى في الشهود بالله يقصد بذلك شهود فضل الله حتى لا يشهد من نفسه فضلا، وهذا الذي حققه النبي صلى الله عليه وسلم على القدر الأكمل، ولذلك نسب الفضل دائما. وما في موضع في القرآن إلا وعلم الله المؤمنين ذلك، في مواضع النصر والتمكين ومواضع الهداية والتثبيت ومواضع يعني الدعوة والبيان، كل ذلك فضله عز وجل. قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، قال ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وفي مواضع التثبيت قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا، قال ويثبت به الأقدام، فالله الذي ثبت أقدامهم وحال بين قلوبهم وبين الزيغ، وقالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال في مقام يأسهم من أنفسهم في الدعوة وهداية الناس أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يقول في الآية الأخيرة ولربك فاصبر، إشارة إلى ما سيلقاه من أذى المعاندين من المخالفين من المخالفة والاستهزاء والسخرية، إلى الجد والاجتهاد في قتله وقتل أصحابه وإبادة كل من التف حوله من المؤمنين. يأمر الله تعالى أن يصبر على كل من ذلك بقوة وجلالة وصبر، يعني لا ينال حظا من حظوظ نفسه بل لمجرد مرضاته مرضاة ربه. الله أكبر، ما أبسط هذه الأوامر في صورتها الظاهرة، يا بسيطة سهلة فعلا ميسرة عظيمة القدر، ما أروعها في إيقاعها الهادئة الخلابة، ولكن ما أكبرها وأفخمها وأشدها في العمل، وما أعظمها إثارة. ويبدو العزمة التي يعني كان عليها الشيخ يعني نوع من الأعاجم يعني في أثرها في اختيار عبارات يعني أو ألفاظ غير جيدة. يقول ما أعظمها إثارة لعاصفة هوجاء تحضر جوانب العالم كله وتتركها تتلاحم بعضها في بعض. كلمة هوجاء طبعا ايه كلمة سيئة برضو، عاصفة هوجاء دي يعني اهوج يعني هايف في كل حاجة، لا مش عمر الاسلام ما كان عاصفة ايه هوجاء ابدا استغفر الله. والايات نفسها تشتمل على مواد الدعوة والتبليغ، فالانذار نفسه يقتضي ان هناك اعمالا لها عاقبة عاقبة سوءة يلقاها أصحابها، يعني إنذار معناه التخويف، يعني في عمل وحش وصلت بحاجة عاقبة سيئة. ونظرا لما يعرفه كل أحد أن الدنيا لا يجازى فيها بكل ما يعمل الناس، بل ربما لا يمكن مجازاة بجميع الأعمال، فالإنذار يقتضي يوما للمجازاة غير أيام الدنيا، هو الذي يسمى بيوم القيامة ويوم الجزاء والدين، وهذا يستلزم حياة أخرى غير الحياة التي نعيشها في الدنيا. ذلك قضية الإيمان باليوم الآخر، أو طبعا يا أيها المدثر قم فأنذر، تشمل أن الإيمان بالنبوة والرسالة تشمل الإيمان باليوم الآخر، لأن الإنذار ينذر ماذا؟ يخوف بشيء بعاقبة سيئة، إثبات الشريعة لأنه يثبت الشرع، ولو يعني أن هناك أوامر سوف تنفذ، أوامر هناك من يخالفها، الذي يخالفها يتعرض للعقاب، الذي ينفذها سوف يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى وينال الثواب. يقول وسائر الأولاد تطلب من العباد التوحيد الصريح، وربك فكبر، توحيد الرب سبحانه وتعالى وهو أصل الدين، وتفويض الأمور كلها إلى الله. وبعدين التحلية والتخلية، التخلية ثيابك فطهر والرجل فاجر، وربك فكبر تعظيم الرب سبحانه وتعالى والاستجابة لأوامره والخضوع والانقياد لشرعه، هذا من التحلية. قال
وتفويض أموري كلها إلى الله وتركي مرضات النفس ومرضات العباد إلى مرضات الله تعالى. بمعنى أن العبد يعني يترك ما تهواه نفسه وما يرضي العباد إلى ما يرضيه الله، حتى لو خالف هوى نفسه وحتى لو خالف إرادة العباد وأسخطهم، وذلك أن يرضي الله بسخط الناس، ويعني ولا يرضي الناس بسخط الله، ولا يتبع هواه في مخالفة الشرع، بل يتبع الشرع في مخالفة هواه. فإذا تتلخص هذه المواد في التوحيد والإيمان بيوم الآخرة أو الإيمان بالآخرة، والقيام بتزكية النفس بأن تتناهى عن المنكرات والفواحش التي تفضي إلى سوء العاقبة، وبأن تقوم باكتساب الفضائل والكمالات وأعمال الخير، وتفويض الأمور كلها إلى الله تعالى، وكل ذلك بعد الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتحت قيادته النبيلة وتوجيهاته الرشيدة صلى الله عليه وسلم. ثم إن مطلع الآيات تضمنت النداء العلوي برضو في صوت الكبير المتعال، لا يسمع صوت الرب سبحانه وتعالى إلا من سمع كلامه بلا واسطة، وإنما يقال في كلام الكبير المتعال ولا يقال في صوت الكبير المتعال. صوت الرب سبحانه وتعالى لم يسمعه إلا موسى عليه الصلاة والسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ويسمعه الناس يوم القيامة، فإنه يناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. يقول مطلع الآية تضمنت النداء العلوي، نقول في كلام الكبير المتعال بانتداب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الجلل، وأن تجعله من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة. يا أيها المدثر قم فأنذر، كأنه قيل إن الذي يعيش نفسه قد يعيش مستريحا، أما أنت الذي تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم وما لك الراحة وما لك والفراش الدافئ والعيش الهادئ والمتاع المريح، قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيأ لك، قم للجهد والنصب والكد والتعب بل الحقيقة للراحة القلبية. يقول قم فقد مضى وقت النوم والراحة أي البدنية، وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل والجهاد الطويل الشاق، قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد، إنها لكلمة عظيمة رهيبة تنزعه صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش في البيت الهادئ والحضن الدافئ لتدفع به في الخضم بين الزعازع والأنواع منازعات وبين الشد والجذب في ضمائر الناس وفي واقع الحياة سواء. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل قائما بعدها أكثر من 20 عاما، لم يسترح ولم يسكن أي بدنه يعني، وإلا فقد كان صلى الله عليه وسلم أسكن الناس، وذلك أن الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال يا أيها النفس المطمئنة فاطمئنانها قبل رجوعها إلى الله. يقول ولم يعش لنفسه صلى الله عليه وسلم ولا لأهله، قام أي للدنيا يعني، قام وظل قائما على دعوة الله ويحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ ولا ينوء به، عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، عبء البشرية كلها، عبء العقيدة كلها، عبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى، عاش في المعركة الدائبة المستمرة أكثر من 20 عاما، بالضبط 23 عاما، لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد منذ أن سمع النداء العلوي الجليل، تلقى منه التكليف الرهيب، جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير الجزاء. وطبعا انه نقل السيد قطب ففي كلمات اللي احنا ذكرنا انها غير جيدة، ليست الاوراق الاتية الا صورة مصغرة بسيطة عن هذا الجهاد الطويل الشاق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذا العمل. كل قول هذا استغفر الله. الاخ يقول الفقرة اللي هي هل معنى ما ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار كما ذكرنا قضية مخالفة الانتحار معناه أنه لا يفعل شيئا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحاول الانتحار، وإنما هم بأن يلقي نفسه صلى الله عليه وسلم فقط. هل من الأدب أن نتكلم في ذلك؟ هذا أمر تلقته الأمة بالقبول،
أعني بذلك أنه في الأحاديث التي رواها البخاري في صحيحه، فهذا الأمر لا يزال أهل العلم يتناقلونه، ولكن قد بينا أنه لم يحاول الانتحار، وإنما شرحناه بالتفصيل من أن هذا حديث نفس ليكون مثالا لنا في الجهاد في سبيل الله في الداخل، داخل النفس الإنسانية، وهو إن هؤلاء البشر، هؤلاء الأنبياء بشر من البشر، يأتيهم ما يأتي البشر، ولكن منزلتهم يعني في الجهاد وما ثبته الله عز وجل به يفتح الباب لكي تجاهد، لكي يثبتك الله سبحانه وتعالى. لا حديث ثابت له طرق تانية، طرق كثيرة متعددة وترجع لها. أنا ابن الذبيحين حديث ضعيف، حديث عائشة في طرق الزواج على أربعة أنحاء حديث ضعيف، اللي هو زواج الرايات، موضوع النكاح الذي تعرفه العرب اليوم، والمرأة ذوات الرايات التي يدخل عليها من يريد من البغايا، والمرأة يدخل عليها الرهط الجماعة من الرجال، يعني فيقعون عليها في طهر واحد، ثم إذا ولدت أرسلت إليهم جميعا، ثم تقول لابنها وابنك يا فلان، فلا يستطيع أن يمتنع، وهناك الرجل كان يرسل امرأته تستبدع من فلان لنجابة الولد، يبعثها الراجل إيه يقول لها تستبدع منه تأخذ بضعة منه ينكحها، كما يفعل بعض أهل الديانات المنحرفة والعياذ بالله، في يعني رجال دينهم الفاسد ممكن الراجل يبعث مراته إيه تستبدع، كان هذا في الجاهلية وما زال موجودا في كثير من الديانات الباطلة. الحمد لله الذي عافانا. كيف نوفق بين الحديث الوارد فيه ان كلتا يدي الرحمن يمين، وبين الاحاديث الاخرى التي فيها اثبات الشمال؟ نقول ان شماله عز وجل يمين مباركه، شمالنا نحن اضعف من اليمين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان شمال الرب عز وجل يمين في البركه والقوه، لا نقص فيها كما تنقص يدنا نحن الشمال عن يدنا اليمين، فهي شمال يمين، مفهوم الكلام؟ والكيفية على أي الأحوال إيه؟ مجهولة، لأن اليد معلومة واليمين الشمال معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن بدعة، قال تعالى ولا يحيطون به علما. أيوة نعم، هو ده هنا لا إثنان 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 اليمين. عندما أسافر إلى أي مكان أجد مشكلة في صلاة الفجر، يعني المساجد تقيم الصلاة بعد وقت قصير جدا، ماذا أفعل؟ تنتظر حتى تصلي ولو صليت وحدك، قصير جدا دي خلال 5 دقائق ولا 10 دقائق، لا لا تصلح في وقتنا هذا خصوصا، لابد أن ينتظر يعني على الأقل دلوقتي 12 دقيقة أو 12 دقيقة، وأنا أقول على يعني الأحسن أن ينتظر حوالي 22 دقيقة أو نحو ذلك، انتظر صلي منفردا. لا إله إلا الله. اليوم كان جمالة الشيخ بخاري أحمد عبد رحمه الله، رحمه الله وغفر له، من دعاة أنصار السنة رحمه الله عليكم السلام. حكم الوضوء في أماكن من الفضة لو لم يوجد غيرها، لا يجوز الوضوء ولا استعمال أماكن الفضة، واستيرادك بقى الثاني هذا من أبعد ما يكون، وعلى أي الأحوال يعني إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد ما يصبه خارجه، لكن هذا من أبعد ما يكون. حد في أماكن الفضة دلوقتي؟ هل يجوز السلام على بنت اخت جدتي؟ هي بنت اخت جدتك دي تبقى ايه؟ تبقى بنت خالة والدتك مش كده؟ تنفع تبقى بنت خالة والدتك ولا تبقى خالته؟ ولا ايه؟ لا هي تبقى بنت اخت، تبقى بنت خالة والدته، صح كده؟ تبقى بنت خالة والدته. هو خالته ها؟ خالته لجدته عن ايه؟ لا دي بنت اخت جدته، يعني امه هتبقى دي بنت اخت بنت خالتها، صح كده؟ او بنت عمة ابوه، مش كده؟ يبقى لا يجوز السلام عليها. هي بنت، لان دول ليسوا من المحارم. قل قل يا رسول الله.